السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم بالخير والمسرات. رجعنا يا شباب فيديو الجديد. أقول لكم شيء يا شباب. لا أنا صدق يعني هذا الشيء جالس يصير في المقاطع ما الأمة داعي. يعني أنا قلت لكم بنزلكم حلقتين يوميا. فتفاجأت إنه الناس دائما تروح الحلقات الأخيرة. يعني لو نزلت مثلا حلقتين يروحون لآخر مقطع ويسيبون اللي قبله. هذا اكبر غلط تسوونه لانه حرام يا اخي. انت تابعت السلسله من البدايه تابعها للنهايه يا اخي. لا تروح الاخير. دائما الناس لو تنزل 100 حلقه يروح لك الحلقه رقم 100 الاخيره وتابعها وخلاص. يعني خلاص فزت وختمت العالم فهم السلسله كلها. يعني ما يصلح. لازم انكم تتابعون المقاطع اللي انزلها كلها. يعني ما صح تتابعون المقاطع الاخيره بس. الناس عندها حب استطلاع بس تبي تشوف وش سوينا. تابع اخر مقطع خلنا نشوف احتل العالم ولا لا. بس كذا ما انت فاهم. حتى لو احتليت العالم ما انت فاهم. يعني المتعة انك تستفيد من التكتيكات والخطط اللي ينزلها وتفهم اشياء تتحمس مع السلسلة. عموما معنا انا ما بيطول عليكم. روسيا طويلة. روسيا والله كبيرة كبيرة مرة بنت الجزمة. يا اخي وش ذي يا ولد. والله الاتحاد السوفيتي هذا احس كأنه يا ولد نازل من السماء. ايش حضرتهم ابوهم على ابو تبن. الله مسح فيهم البلاط الحين. الزبدة انا ما عدري منزل حلقتين يوميا لانه انزل حلقتين واحدة تتابعونها واحدة تسحبون على افلا. بنزل حلقة يوميا لمدة 50 دقيقة. يوميا بتنزل حلقة مدة 50 دقيقة. اذا تأخرت يوم ورا يوم عادي ما في مشكلة. وثاني شيء رفعوا الدعم على اللايكات. شد وش ذا يا شباب وش ذا. مشاهدات توصل 1050 لايك. والله ما صارت عيشة ولا استوت. يا اخي حط لايك يا ولد. والله ما تموت. والله حط لايك. بعدين يا شباب ابي اطلب منكم حاجه ولا عليكم امر. قبل كل شيء خشوا على صفحه الفيسبوك الخاصه فيني. يعني صفحه الاعجابات كذا وحطوا لايك. اللي عنده حساب الفيسبوك يخش على الفيسبوك ويحط لي لايك على الصفحه اللي حاطها لكم في الديسكريبشن تبع القناه. الله لا يهينكم. خلونا نكمل عيال ما نبي نضيع وقت. خلونا نعطي الشباب خطه وراح اسرع الوقت لاخر شيء. الشباب دول عندهم خطه انهم يجتاحون هنا. اوكي الشباب ظل ايضا عندهم خطة الى هنا من لحظة. اي عندهم خطة من هنا الى هنا. المزز ظل ايضا عندهم خطة من هنا الى هنا. اوكي انا اعتقد كل شيء في السليم. يعني ف سؤال هل نسرع. خلونا نسرع الجنود نوعا ما. خلونا نسرع الجنود عيال نوعا ما. وخلونا نبدأ على بركة الله. بسم الله. طبعا الزبدة زي ما قلت لكم يا عيال في الحلقات الماضية. خلينا اوريكم. طبعا اهم شيء عندنا اهم شيء انه نبغى نحاول نخش من هنا عشان نحاول نسكر على القوات اليابانية. اليابانيين خلينا نفترض ان حدودهم من هنا كذا. اوكي نبغى نخليهم هنا. نبغى نخليهم هنا. يعني نبغى المناطق هذه لنا. يعني فهمتوا. نبغى المناطق خلينا نقول من هنا من هنا نبغى المنطقة هذه كلها تكون لنا. يعني نوعا ما فهمتوا. المناطق هذه تكون لنا. نحاول نتقدم عليها من هنا. نحاول ايضا نتقدم عليها من هنا. نحاول ايضا نتقدم عليها من هنا. بس بعد ما نروح هنا نودي الجيش هنا كذا. نروح كذا ونتقدم كذا فهمتوا. هذه الخطة. وش السهم الغبي ذا؟ يعني نحاول ناخذ أكبر منطقة في روسيا. نروح كذا أولا ثم نروح كذا ثم نروح كذا ونتقدم كذا. نحاول نتقدم على روسيا من كل مكان. يعني من كل حدب وصوب. أيضا لو تلاحظون أن رومانيا وصلت هنا. يعني فإحنا بنحاول نسكر على رومانيا. بنحاول نسوي بوش صغير من هنا. نسوي بوش كذا. سوي بوش هنا في الاماكن ذي عشان نقدر نسكر على الرومان والالمان ما يحتلون يعني مناطق. والله ما ادري وش اللي صار بس ان شاء الله حاجه كويسه. الشباب اللي هنا مفروض يتقدمون. تقدموا لي هنا لو سمحتم. اوكي جالسين يتقدمون. ايضا كلش تمام. يعني كل شيء تمام. الناس اللي هنا والله انا جبتهم. يعني ما ادري تدري لا خليهم يتدربون. خليهم يتدربون بعدين من
خلينا نعطيهم خطة دفاعية بتكون كذا يعني نوعا ما بتكون كذا. خليهم يتمركزون اللي هنا عشان يسووا لي ديفنس. وش مدينا نسوي يا عيال؟ وش مدينا نسوي؟ الشباب جالسين يتقدمون هنا، اوكي حاجة كويسة. لو نقدر ناخذ المنطقة دي والله بيكون شيء خرافي يا عيال. شوف شو الخطط اللي زانت. والله ما ادري مش انا على الخطة دي، بس ان شاء الله نقول انها كويسة يعني تفيدنا نوعا ما. المان باور، اوه الحين خلونا نطلع مان باور 20,000 مايك. احنا نستخدم 10%، خلونا نستخدم 15%، ما في 20%. والله كويس، والله مليون، والله يا ولد فلنا مليون. يمدينا نغرف من بحر، يمدينا نطلع ملايين الكتايب يعني عادي، والله يمدينا نطلع ملايين الكتايب. اوكي هنا يمدينا 200 يوم، لا خلونا نطور هذه، جالسين نطورها. اوكي يعني كلش كويس. دبابات، خلونا نطور الدبابات، نطور الهيفي هذه او احنا نبي هذه. اوكي خلينا نطور هذه ما يمشي، لانه انا بعد ما اخلص روسيا يا عيال بحاول انه انا يعني نوعا ما. يا اخي الناس دي ليش ما تتقدم؟ سؤال، ليش الناس ترى ما يتحركون يعني؟ ها جالسين يتحركون ببطء. زبده زي ما قلت لكم، انا بعد ما اخلص، بعد ما نخلص الاتحاد السوفيتي بحاول يا عيال انه اطلع دبابات واطلع كتائب. انا محتاج اقل شيء 500 كتيبه الجيش عندي يعني. تخيل دوله ذا الكبر وذا العرض وذا الطول، ولا انا قادر اسوي شيء. ما صارت ولا استوت ذي من جد يعني. في اشياء فايتتنا زي الدبابات يعني، احنا محتاجين من جد الامان ان احنا نطلع دبابات. احنا محتاجين المانيوم للطائرات، نطلب يلا ما هي مشكله. لكن برضو احنا لازم نامن المطارات تبعنا يعني، لازم نامن المطارات تبعنا باي ثمن، لازم نامنها. كويس الشباب اللي هنا نعطيهم امر استهدفوا لي افريقيا يدمرونها. القاذفات الروسية وين الطائرات اللي عندي هنا؟ يا الله بس سؤال، ليش ما تطلع الطائرات هنا؟ ليه؟ وش السبب؟ والله عجيب يا اخي، الطائرات جالسة تطلع سرداح مرداحي علينا ولا في شيء، ما في الا المطار هذا اللي جالس يشتغل يعني. طيب خلونا نزود الشباب هنا، نزودهم الى، والله عجيب يا اخي، والله القاذفات الروسية الاستراتيجية جالسة شغل فيني ها، وانا ولا حاجة. الشباب هنا يتقدمون تقدم بارد، والله تقدم بارد يعني. لو خلوا تقدم يسكر على الروس يعني، يسكر على الناس اللي هنا. جد تقدم بارد، هذه ترى من عيوب اللعبة، اللعبة فيها عيوب اللي هو يسمونه هذا الكوماندر البوت، الجنرال البوت هذا ما يسوي شيء يعني، دائما جالس يعني. لو تشوفي مناطق فاضية بامكانه بكل بساطة يخش فيها، لكن مع ذلك ما ادري ايش جوهم. يعني الشباب اللي هنا ما قصروا، جالسين يشتغلون على حسب ما يكون، خطتهم اكتملت. هنا ايضا الشباب نوعا ما خطتهم اكتملت. وهذول الشباب اللي هنا، المزز اللي هنا والله انهم باردين صدق يعني، ولا جالسين يتحركون ولا شيء. الشباب اللي هنا ايضا ولا جالسين يتحركون ولا شيء. انا اهم شيء عندي المفروض يسكرون على الالمان باسرع وقت ممكن. اوه شت، خلوني اسرع الوقت لاخر شيء يا عيال، لانه بيني وبينكم انا طفشت من روسيا يعني. اخذتها المره اللي راحت، المره هذه ما بيجلس 50,000 مقطع عشان اخذ روسي. خلونا ننهي الوضع من الحين يعني. والله العظيم نبي ناخذ اقل شيء، اقل شيء يعني، اقل المعروف انه اذا ما اخذنا روسيا في الحلقه هذه
ناخذها الحلقات اللي بتجي يعني، ما نبغى نتاخر اكثر من كذا. نطور هذه، خلونا نطور المصانع النوويه، لانه انا ناوي انتف بريطانيا نتف اليم صراحه، ما هي مشكله. هنا ما عاد في شيء اسوي، عندي مصانع عسكريه، مصانع تقريبا كلها فل. وش نطلع؟ دبابات؟ لا، نطلع طائرات. والله صارت عندي مقاتلات يعني متطورة نوعا ما، اللي هي هذه. طيب خلونا نستبدل، خلونا نحدث الطائرات عندنا، نعطيها الطائرات الجديدة هذه. القاذفات الاستراتيجية كيف؟ اوكي ما في مشكلة، كذا الوضع بالسليم. طبعا خلوني هدي شوي، خلونا نهدي شوي الطائرات اللي هنا، كلهم نعطيهم امر يضربون لي روسيا. اوكي كذا اعتقد. اوه ليش 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 تقدموا اعلانا؟ ليش هذول يتقدمون اعلانا؟ سؤال. تقدم، الله يفقع راسك، تقدم يا هو. رومانيا جالسة تكبر يعني، ما ادري ليش. والله رومانيا المفروض اني حاربتها، تصدقون؟ تصدقون المفروض اني حاربت رومانيا. الشباب اللي هنا خلصت خطتهم، نعطيهم خطة جديدة، اللي هم هذول، نسوي لهم خطة جديدة يا عيال. نحدد عليهم كلهم، نعطيهم خطة. خلونا نقول من هنا. اوكي نقول من هنا، من هنا الين، لا من هنا الين هنا. اوكي هم شغلتهم هنا، نعطيهم خطة يا حبيبي، ونقول لهم سوولي بوش هنا، سوولي بوش هنا خرافي، كذا بيكون شيء طيب. الشباب اللي هنا، الشباب اللي هنا، والله الشباب اللي هنا باردين، انتهت خطتهم برضو ايضا. الشباب هنا شفتوا كيف؟ نعطيهم خطة جديدة، نشيل الخطط الغبية ذي، نعطيهم هم وين حدودهم؟ حدودهم الى هنا؟ غريبة. طيب نعطيهم خطة جديدة بتكون، هذه خطة الشباب هنا، بتكون الخطة الجديدة كذا من هنا الى هنا. اوكي خلينا نقول الى هنا، كذا شيء خرافي. سووا لي بوش هنا، صلى الله وبارك. طيب امر تنفيذ فورا. المزز اللي هنا ايضا انتهت خطتهم على ما اظن، نعطيهم خطة جديدة، لكن حدودهم كبيرة مرة مرة كبيرة، ما في مشكلة. نعطيهم خطة جديدة بتكون من هنا كذا الين هنا، ياخذوا لي المساحة هذه باسرع وقت ممكن، ونقول بسم الله وعلى بركة الله، وخلونا نكمل. يلا ناشونال فوكسز، ما عاد في شيء نسوي، خلاص هذا اخر شيء نسويه. المان باور عندنا كلش خرافي، كلش كلش خرافي. الطائرات هنا 500، هنا 400. شوف كم عندي طائرة انتجت انا لفل 2، عندي صواريخ ايضا هنا انتجتها. اوكي والله عندي نقص كارثي بالاسلحة يا عيال، 69,000. ترى كل ما زاد النقص هذا كل ما يضر على الجنود على فكرة، لا تحسبون انه عادي، لا لا مرة خطير كل ما زاد، كل ما زاد يأثر على الجنود يعني، يصير أدائهم ضعيف في المعركة. طبعا الشباب تقدموا على موسكو، انا مسرع المقطع لاخر شيء، خلوني اسرع لاخر شيء. كويس الشباب ايضا جالسين يتقدمون هنا، بنحاول نسكر على اليابان، اليابان ما عاد نبيها، خلاص خلاص اليابان نبغى نحجر لهم هنا، المناطق هذه لنا ما عاد نبي اليابان ياخذون. اوكي خلي اليابان هنا واحنا ناخذ الموارد ونغنم من روسيا، حاول ناخذ اكبر سكور. يقول لك
دي امريكا، ريبيليونز دي امريكا. امريكا شكلهم خسروا، ما ادري شيوعيين، ما ادري وش اللي صار هنا بالامانه، فما همني صراحه، ما همني والله. ايوه بدري ياهو، بدري قامت تطلع الطائرات هنا، بدري طور. بقالنا حاجه بسيطه وننتج القنابل الذريه، خلونا المره هذه يا عيال نطور الطائرات. اوكي نايت، لا ما نبي نايت، نعطيها مهارة القصف الصباح بيكون شيء كويس نوعا ما. يمدينا ننتج الجت هذه، لا ما يحتاج، شكل ابو كلب. طبعا احلى ما في الموضوع انه احنا جالسين نتقدم، هنا في تقدم، لكن الروس وقفونا الامانة. هنا الروس شكلهم اقوياء شوي. القاصفات الروسية جالسة تشتغل هنا، خلوا الشباب اللي هنا، لا ما انا ما عاد يمدينا، خلونا نقدم الطائرات هذه الى اماكن متقدمة، نجيبهم هنا مثلا. اوه 1000 واجد، نعطيهم 500. نعطيهم 500 ونقول بسم الله. نعطيهم امر باستهداف اي شيء، ما في سفن طبعا، نعطيهم امر استهداف كل شيء. اه يا حزن روحي. اوه شوف الطائرات عندي كيف تعترض الصفات الروسية. كويس خلونا نزود العدد هنا، زود الى 700 ما في مشكلة. هذا القذافات الاستراتيجية الروسية يعني. عندي الصواريخ خلصت. اوكي الصواريخ خلصت، اهلا وسهلا، خلونا نرسلها افريقيا. ما يمدي يا حرام، ليش؟ طيب هنا اوكي يمدي نرسلها هنا. والله ما يمدي ولا هنا يا ولد ولا هنا ايضا. زبده ما علينا، وش اللي صار يا عيال؟ والله قطعنا الروس تقطيع، الروس متقطعين هنا، حلفائنا جالسين يتقدمون، الشباب ايضا عندي جالسين يتقدمون. الموزز اللي هنا ليش؟ خطتهم باردة ما يتحركوا، الله يقرفهم. جد ايش الخطة الغبية ذي؟ الشباب عندي هنا كويس جدا، كويس كويس. اعطيهم امر. منغوليا استسلمت، اوكي فيري نايس. طبعا اليابان بتجزمة، لو تلاحظون انها ماخذ المنغوليا الردي يعني من زمان. طيب 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 الشباب عندهم خطة انهم يتقدمون لي من هنا يعني، كويس خليهم يتقدمون، نحاول ناخذ اكبر مساحة في الحلقة هذه يعني. الحلقة هذه باذن الله نحاول ناخذ اكبر مساحة ممكنة. الشباب اللي هنا وش وضعهم؟ في كتائب لا تعليق صراحة، والله في كتائب لا تعليق، يعني ما ادري وش فيهم باردين يعني لدرجة ما تتصورونها يعني. طبعا ايضا حتى الشباب هنا جلسوا يتقدمون. يا رب يا كريم ان احنا ناخذ روسيا في الحلقة يعني. جدا انا والله ما عاد لي نفس عيال، انه قادم الاستراتيجية. اوكي 800 يوم والله واجد 800 يوم. طلع الجت هذه، هذه كم مسافتها الجت هذه؟ 1000
سلام سلم. ايوه كذا الدعس. خطط تقريبا اكتملت يعني، والله الحمد اكتملت يعني. الشباب هنا ما قصروا صراحة الأمانة، يعني سووا اللي عليهم زيادة، صراحة سووا اللي عليهم زيادة. روسيا خلاص انتهت، روسيا انتهت يا عيال. طيب الشباب اللي هنا خليهم يجون ياخذوا اللي هذه، اوكي خليهم ياخذون لي العاصمة هذه سفاستفول. سفاستفول ما ادري ايش فيها. انتاج الاسلحة ان شاء الله يكون يعني خرافي، ان شاء الله يطيح يعني، لانه رفعت انا الانتاج يعني لاقصى حد ممكن يعني، ممكن تتصورونه. خلوني اسجفي دنياي احسن لي. طيب الجنرال المز خوينا هذا نعطيه خطة جديدة بتكون كذا، نعطيه خطة من هنا من هنا من هنا، ياخذ لي المناطق هذه كل ابوها. نعطيه امر تنفيذ فورا، يلا نفذ يا حبيبي، روح يا ذيبان. خوينا المز هذا نعطيه خطة، خلينا نمسح خطة القديمة، نعطيهم خطة جديدة بتكون ياخذون لي المناطق هذه كلها تقريبا يعني. ما في مشكلة، خلنا نلغيها من هنا، خلنا نقول من هنا، اوكي كذا كويس. نعطيهم امر تنفيذ فورا يعني. كفو والله كفو يا شباب، يا رب يا رب روسيا تستسلم، يا رب في الحلقة هذه تستسلم روسيا. ما في مشكلة لو زاد المقطع دقيقة دقيقتين يعني، ما عندي أي مشكلة. والله ما عندي مشكلة لو تزيد المقطع دقيقة دقيقتين، أهم شيء عندي إنه أوه الجنود بدأ يطلعون كويس، بدأ الإنتاج، بدأ الجنود يطلعون كويس. بس وشو بعده يعني، بعد ما طلعت خليني أقول، خليني أشوف كم مصنع أسلحة عندي. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست، فوق يا عيال 100 مصنع عندي أسلحة، عسكري ينتج أسلحة، فوق 100 مصنع.
والله تصدقون يا عيال انه المساحة اللي اخذناها كبيرة، يعني نجحت خطتنا على احسن ما يكون يعني. لكن وين العاصمة الروسية الجديدة؟ الشباب اللي هنا، لحظة يعني. الشباب اللي هنا خطتهم اكتملت، 45 كتيبة اللي هنا اكتملت خطتهم. نعطيهم خطة جديدة، نمسح خطتهم القديمة ونعطيهم خطة جديدة بتكون ياخذون لي المناطق. خلينا نقول كل المناطق هذه، اوكي كذا كويس جدا. ليه ما امره بالتحرك فورا يعني؟ لا ما يمدي. طيب كذا، طيب نعطيهم خطة بالتحرك. خلينا نقول من هنا، خلينا نقول من هنا يعني. يلا ما في مشكلة، نفذ يا حبيبي فورا وبسم الله على بركة الله. لا ان شاء الله يمدينا، ما في مشكلة. بزود الدقايق يعني كذا، او بحاول اسرع لكم. الزبدة انه يمدينا نهزم روسيا في الحلقة هذه بإذن الله يعني. دعسناها والله، فرشناها فرس. الشباب اللي هنا كويس، خذ لي سيفاستبول. اخذنا ايضا فيها جنود. لا دبابات، لا يا شيخ. والله فيها دبابات، والله خطيرين يا ولد. هنا وضعنا كيف؟ كويس. هنا احنا جالسين نسوي بوش. يا هالقطر عندكم مزيون، يا ناس ما اقدر على جيه. المصانع عندي كيف؟ هنا والله يوه، كل هذه مدبره بصلعة هذه، معقوله يا عيال؟ اوه اخيرا يا الله، والله يبي لها يا ولد حفله، يبي لها حفله يا عيال. كفو الله كفو. 1893 سكور عندي، 1893 سكور عندي. هل اخذت روسيا كلها انا او لا؟ هل يا عيال اخذت روسيا كلها انا او لا؟ يوه يا ولد، والله شكلي اخذت روسيا كلها يا عيال. يوه شكلي اخذت روسيا كلها من جد يعني. خلوني ادقها سيف يا عيال، خلوني اعطيها سيف يا عيال، ما هي مشكلة. لا نعطيها سيف جديد. والله شيء خرافي يا ولد. يلا سيفنا احنا، سوينا السيف. لكن هل انا باخذ روسيا كلها معقولة يا عيال او لا؟ اذا اخذت روسيا كلها والله العظيم كل شيء ملعون والدي صدق. معليش يا شباب، الزبدة معليش يا شباب قصيت المقطع، لانه الامانة صراحة يعني انا جلست اسجل واحنا نقسم، روسيا. تفاجأت انه 40 دقيقة، جلست 40 دقيقة عشان نتقسم روسيا. يعني من جد يعني مرة يعطونا جزء معين يقول يلا تقاسموا فيه، وبعدين يعطونا جزء ثاني معين يقول تقاسموا فيه وجزء ثاني. الزبدة انا يعني من جد يعني حاولت، طوقت اليابان من هنا، اخذت الاراضي اللي عندهم من هنا. ويعني سبحان الله يعني من اخذت الاراضي اللي كانت هنا اللي حواليهم ما قدروا ياخذون اراضي هنا، توقفوا ما ادري كيف ذلك. ايضا حاولت اطبق الحركة دي على الالمان، وايضا قدرت اني اخليهم ياخذون دي، بس يعني اخذت الاراضي اللي هنا وسكرت عليهم ولا قدروا يتقدمون. تخيلوا يا عيال، يعني من جد هذه النقطة انتبهوا لها. الزبدة ان احنا تقسمنا، وصراحة يعني من جد يعني انا اخذت نصيب الاسد، اخذت من جد يعني حاجة كبيرة مرة صراحة. في جزء هنا
لكنه هذا اليابان يعني من قبل حتى اول، يعني اليابانيين اخذوه اول، فما ما اعتقد اني اقدر اخذها. الجزء هذا ايضا هذا يلا ما في مشكله، اليابان اصلا حرام يعني والله ما اخذوا شيء، يعني هذه اراضيهم اللي اخذوها من زمان. زي ما تشوفون والله شيء خرافي. طبعا ابشركم يعني الموارد كلها من نصيبي، موارد روسيا كلها من نصيبي. لو تشوفون موارد روسيا كلها اخذتها يا حبيبي، كلها اخذتها. الالمان الحمد لله ما اخذوا شيء، اخذوا موسكو الالمان. لكن هذه موسكو، ايه هذه موسكو طلع فيها دولة جديدة، يقول لك روسيان امبير، ومعنى في الاكسس يعني امبراطورية روسية يعني وشي زي كذا، يعني حليفة لنا في موسكو. ايضا هنا في ويلنو الزبدة. ابشركم يعني الموارد كلها من نصيبي يا عيال، يعني شيء خرافي. تخيلوا موارد بريتش راج والنفط والبلاوي ذي كلها اخذتها. اتمنى ان الحلقة عجبتكم يا شباب. طبعا الحلقات الجاية بنحاول نطلع النووي، نرقع النووي بامريكا، بنحاول نشوتها شوي بالنووي، بنحاول نتمردغ فيها بالنووي. الحلقات الجاية ما ادري هل بسوي انزال او اضربها نووي او ما ادري كيف. النووي لسه الحين يعني ما خلص معنا. اتمنى تحطوا لايك وشير وكومنت على المقطع. اشوفكم في الحلقات الجاية، في امان الله.